هلا صار عندي هذا كله جاهز. صار عندي هلا تي دي بيساوي 200 مضروب في اي للمحرك زائد 26 ملي كيلوغرام متر سكوير. هاي مضروبه بس في، فبصير عندي هلا اذا اهملت اي ام بنضيفها بعدين، اي ام طلع عليها بعدين لانه هي اصلا رقم صغير. فتي دي اضربوا لي هلا 200 في 26.1 على 1000 52 قديش بيطلع؟ 5.2. هذه ايش؟ ملي نيوتن متر؟ 0.22. قديش طلع معك المفروض؟ 5.2. 2. خلينا نطلع الان على المحركات الموجودة، المحركات اللي موجودة هلا هو معطيني هون الهولدنج تورك. الهولدنج تورك اعلى بكثير من، اعلى بكثير. بس ليش الرقم طالع معنا؟ مش ملي. مش ملي؟ لا 26. طب اذا 26 5.22. اوكي وفي شيء ملي. اوكي تمام ماشي. هلا المحركات اللي معي هون معطيني اياها، انا ما بعرفش اذا حاسب اذا غلطان انا بالحسابات. خلينا نشوف شو طالع انا معي هون ونقارن. انا طالع معي هون اعلى، انا حاسب مدخل الاي تبعت المحرك. هلا نتاكد منها. خلينا نشوف في عندي محرك، المحرك الثالث احد المحركات بعطيني 310 اس ام. هاي راح احطه هون هذا المحرك، هذا الموديل تبعه 310 ستيبر موتور، بعطيني 2.63. واضح انه هذا غير مناسب لانه هذا النيوتن متر. ولاحظوا هذا الهولدنج تورك، الهولدنج تورك وين راح يكون؟ على ستيبر موتور كيرف هاد. بس انا بدي امشي على سرعه هون، مظبوط السرعه هاي اللي موجوده هون. وما فيش عندي انا هون عدد البلسز بير ريفولوشن. المثال الجاي بنحلها على عدد البلسز بير ريفولوشن، بس هذا واضح انه ما راح يكون كافي. فبدي انتقل للي اعلى منه اللي هو 7.41 نيوتن متر، وهذا الموديل اللي هو 10 اس. هلا بدي حتى اتاكد راح اخذ الانيرشا نفسها تبعت المحرك. الانيرشا تبعت المحرك 805 مايكرو. اذا بصير عندي المعادله الصحيحه الان راح تصير 200 في 0.805 زائد 26.1. هاي كانت كلهم على مضبوط، وهذه تي دي عندي من هون. قديش هدول على 1000 صحيح؟ قديش بصير الرقم الجديد اللي بدي اياه؟ نفس الشيء ما بتغير تقريبا نفسه. قديش بيطلع؟ 5.38 نيوتن متر. هذا الرقم لسه اقل من هذا، بس طبعا اذا بدي اعمل التشيك الصحيح شو، لا وين لازم ارجع؟ ارجع على سبيد تورك كيرف، وبتتاكد انه على السرعه اللي انت عندك موجوده هون اللي هي قديش كانت؟ 1 متر بير سكند مضبوط؟ بس انا هون 1 متر بير سكند هاي لينير سبيد، ايش لازم احولها؟ خلينا نحولها الان. نعم تفضل. مايكرو هاي تبعت المحرك اي ام. نعم صحيح هذه الاي ام، وهدول كلهم على 1000. انا حولتها اول شيء قسمتها على 1000 وبعدين قسمتها على 1000 مره ثانيه. هلا تطلعوا لي هون السرعه هاي لما تكون هذه 1 متر بير سكند، كيف بدي احولها اول شيء لاوميجا؟ هلا بطلت الفا اوميجا مش هيك؟ لانه هاي في. ايش بنعمل هلا؟ بنقسمها على ار. فبصير عندي هلا اوميجا لو سبيد شافت بتساوي 1 متر بير سكند مقسوم على قديش كانت هاي بوينت 1، فبتعطيني 10 راديان بير سكند. وبعدين لما بحولها من هون لهون شو بدها تصير؟ اضربها ب 4. اضربها في، لا سبيد هاي في 4، لا سبيد في 2. مش هيك؟ مش تربيع. مين اللي بضرب، مين اللي بربع لما امر في الار جي؟ هو الانيرشا. اذا هون عندي بتصير هلا اوميجا هاي سبيد شافت بتساوي 10 في 2 وبتساوي 20 راديان بير سكند. نحولها ل revolutions per minute. نعم هلا بدنا نعرف قديش عدد البلسز بير ريفولوشن المحرك. انا هلا هذا ما معيش، المفروض نجيبه عشان نقدر وين نطبق على هذا الكيرف اللي موجود هون. بدك تتاكد انه هو عند النقطه اللي انت بدك اياها. احنا قديش بدنا؟ كنا 5.38. هاي بدها تكون السرعه، بدها تكون مناسبه انها تقدر تعطيني السرعه هاي اللي موجوده. ماشي. ليش حسبت اوميجا؟ هلا